يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاحتفاء سنة وهو أن يمشي المرء دون حذاء أحيانا؟ هل الاحتفاء سنة؟ إذا كنت تأمن على رجلك، لأن الآن الأرض اختلفت، صار فيها زجاج، صار فيها أشياء خطيرة. أما إذا كنت في أرض سليمة ولا فيها مخاطر فلا بأس أنك تحفى لأجل تتعود على الجلد وعلى القوة. نعم.